بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم محاضرات الانبعاثات الغازية، وهنتكلم اليوم على العوامل اللي بتؤثر على عملية تكون CO. اول هنستكمل العوامل زي ما قلنا، هنتكلم على الفول تايب اند فول بليندز اون CO، هنتكلم على حاجة مهمة جدا التايبس اوف نيتروجين اوكسايدز، وهنتكلم على الميكانيزم بتاع تكون الثيرمال نوكس. اذا احنا شفنا تاثير الايفكت اوف فاول تايب اند فاول بلاندز اون سي او، بنلاحظ الاتي. اول حاجه اللايت ديزل اللي هو الزيت الخفيف emits يو اتش سي اند سي او هاير ذان كيروسين ديو تو هاير بريزنس اوف اولفنز اند اروماتكس. بنقول انه الديزل الخفيف بيصدر عنه انبعاثات من اليو اتش سي وسي او اعلى من الكروسين العادي، وده نتيجه وجود الالفينات والارومتات ودي مركبات عضويه. السي او فور كروسين از ليس ذان فور لايت ديزل ديو تو ليس ريزيدنس تايم ريكوايرد فور كومبليت كومباشن. بنلاقي انه تكون السي او بالنسبه للكروسين زي ما قلنا اقل من اللايت ديزل نتيجة الزمن بتاع الإقامة، هو زمن التصادم زي قلنا بين الجزيئات المطلوبة لإتمام عملية الكومبليت كومباشن. الـ CO and the UHC increase with the increased light diesel content in the blended. يبقى بلاقي إنه الـ CO والـ UHC بتزداد مع زيادة المحتويات في الزيت الخفيف. بالنسبة للكروسين فويل formations and dissipations rates of UHC and CO are higher than light diesel. بالنسبة للكروسين عملية تكون واختفاء معدلات تكون ومعدلات اختفاء الـ UHC أعلى من مثيلتها في الزيت الديزل الخفيف. ويمكن الفيجر اللي قدامنا بيدينا بعض التجارب اللي بتحدد لي نسب الـ CO2 والـ CO والـ H2O وعند الفاي 9.99، يعني تقريبا الفول ريشيو تقريبا تكون الفول وقود والاير قريبين من بعض. زي ما قلنا النوع المهم جدا جدا عندنا انواع اكاسيد النيتروجين تايبس اوف نيتروجين اوكسايدز. التايبس اوف نيتروجين اوكسايدز بيقسم الى ثلاث جروبس. اول حاجه ثيرمال نوكس اللي هو اكاسيد النيتروجين الحراريه، ودي مهم جدا ان نفهمها. الثيرمال نوكس is formed from reaction of O atoms with N atoms from atmospheric air at very high temperatures. ده الكونديشنز بتاعنا، ان بتتكون من تفاعل ذرات الاكسجين مع ذرات النيتروجين اللي موجوده في الهواء المحيط بينا بتاع الاتموسفير، بس شرط الكونديشنز at very high temperature. البرومبت نوكس وده اللي هو الاكاسيد النيتروجين اللي بتتكون فائقه السرعه في التكوين، ودي عباره عن formed from reaction of O2 atoms with N atoms from atmospheric air at low temperatures. وهنا يتضح بالنسبه لنا الفرق بين الثيرمال نوكس والبرومبت نوكس. الثيرمال نوكس بتتكون at very high temperature، اما البرومبت نوكس بتتكون at low temperature. النوع الثالث والمهم عندنا اللي هو الفول نوكس، اللي هو الفول نوكس اللي هي اكاسيد النيتروجين بتتكون من الوقود. وبالتالي بلاقي هنا ان الفول نوكس is formed from reaction of O2 atoms from atmospheric with N atoms from fuel molecules. احنا في الاثنين الاولين كان ال N atoms من الاتموسفير، لكن هنا ال N atoms من الفول molecules. والثلاثه دول مهمين جدا جدا بالنسبه لاكاسيد النيتروجين. طبعا احنا بنتكلم على الميكانيزم بتاع تكون، هو نتيجه تفاعلات كيميائيه، وفي مودلز كتير وضعت لدراسه هذا الكلام، زي الثيرمال نوكس formed at higher rate in the main reaction zone via Zlodefitch mechanism. يعني واحد عالم اسمه Zlodefitch عمل لنا الميكانيزم بتاعه وقال ان هو عباره عن تفاعل الـ O مع الـ N2 بيديني N O زائد N، والN مع الـ O2 بيديني NO زائد O. طبعا في حصل اكستنشن لهذا الكلام وبدأت تتحط معادلات كتير جدا، هي مش موضوع
لوب كل سنه، احنا كل سنه بنتكلم عن البيئه، يبقى انا عندي الاو زائد الان 2 بيديني ان او زائد ان، وده رياكشن واحد، والان زائد الاو 2 بيديني ان او زائد او رياكشن اثنين، والان زائد او اتش بيديني ان او زائد اتش، وده رياكشن ثلاثه. لما بنيجي بنقول ان احنا عندنا الرياكشن ثلاثه از كونتريبيوشن ان سمول لين ميكشر، ولكن في الريتش ميكشر ات شود بي كونسيدرد. يعني انا في التفاعلات الضعيفه الخلط الضعيف ممكن ان احنا ما بيكونش له تاثير كبير زي الميكشر في الريتش، ولذلك بعتبر الريتش. فورورد رياكشن ار 1 كنترول ذا سيستم بات it is slow at low temperature نتيجة الـ high activity of energy. الـ R1 is effective in post flame zone where temperature is high and the time is available. من الحاجات المهمة جدا الملاحظة اللي بنلاقي الـ concentrations of من 1000 إلى 4000 particulate per meter as NOx are typically observed in uncontrolled combustion system. وبالتالي احنا ليه بنعرف الميكانيزم ده؟ علشان لما نيجي نعمل أجهزة التحكم في النقص زي ما هنشوف. طبعا في مجموعات كتير بناخد هذه التفاعلات وبندرس التفاعلات والمعادلات بتاعتها، بنصل الى معادله مهمه جدا ودي تهمنا، اللي هو ان اوفرول اكسبريشن ريت اوف ثيرمال نوكس فورميشن، اللي هي بو مان 1975، ده اسم العالم اللي عملها. فالمعادله بتقول عندي اهي، بتقول ان الدي نوكس باي دي تي اللي هو ريت اوف نوكس فورميشنز، بيدي المعادله 6 ملتبلايد باي 10 اس 16 على تي اس نص اكسبوننشال ماينس 6 9 0 9 0 على تي في ال N2 وال O2 اس نص، ودولت نسب تركيز هذه العناصر. يبقى التمبريتشر بتبقى بالكلفن ديجري لما نعوض، وال N2 وال O2 عباره عن الكونسنتريشنز اوف نيتروجين اوكسجين مول لكل سنتيمتر مكعب، وزي ما قلنا الدي نوكس باي دي تي عباره عن الريت اوف نوكس فورميشنز اللي هو معدل تكون اكاسيد النيتروجين او معدل تكون الثيرمال نوكس. وبالتالي انا بقدر اعمل بريدكشن لو عرفت نسب تركيز النيتروجين والاكسجين لمعدل تكون النوكس عندي لبعض التفاعلات اللي موجوده عندنا باستخدام هذه المعادله. لما بنيجي نتكلم استكمالا لكلامنا على النوكس فورميشنز، بنلاقي ان الثيرمال نوكس ريزلت فروم هاي تمبريتشر، زي ما احنا قلنا ان الثيرمال نوكس بيتكون عند درجات حراره عاليه اكتر من 1500 درجه مئويه. الثيرمال نوكس انكريزد سترونجلي وذ فيول اير ريشيو اور وذ فايرنج تمبريتشر، يبقى مع زياده الفيول اير ريشيو بيزداد الثيرمال نوكس. لما نيجي نشوف شكل الثيرمال نوكس هنلاقي اكسبوننشال فورم زي ما شفنا من المعادله. اكسبوننشال فورم يعني بيزداد بشكل اكسبوننشال بهذا الشكل اللي هي اي اس كذا. الثيرمال نوكس انكريز ويز سكوير روت اوف كومباشن بريشر، يبقى الثيرمال نوكس بيزداد مع الجذر التربيعي لضغط الدخول لغرفه الاحتراق. الثيرمال نوكس انكريز ويز انكريزنج ريزيستنس تايم، يعني ريزيستنس تايم لما بيزداد بيزداد عندي الثيرمال نوكس في منطقه اللهب. إن شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة باقي العناصر المؤثرة أو العوامل المؤثرة على الجازوز إميشنز. نلقاكم المحاضرة القادمة إن شاء الله.